مرحبا بكم طلابنا الأعزاء صف التاسع الوحدة الثانية الدرس الثاني. الدرس الثاني وهو ميل الخط المستقيم المار من النقطتين. ميل الخط المستقيم المار من النقطتين. ما هو الميل لخط المستقيم يمر من نقطتين؟ نرسم بيانيا مستقيما يمر من نقطتين، ولتكن هذه مستقيم، عندي نقطة نقوم بإسقاطها على الإكس نسميها نقطة ولتكن A، والنقطة الثانية أسميها B. الميل المستقيم بين القطع الـ A و B أقوم بإسقاطها على محور ولتكن هذا إكس واحد وهذا إكس اثنين، وإسقاطها على محور الوايات هي عبارة عن الواي واحد والواي اثنين على الترتيب. تمام، عندي هالمثلث الميل هو نفسه تانجان، وهو نفسه أخذ النسبة المثلثية، هو نفسه الميل. نقدر نقول الميل الخط المستقيم، حتى نوجد الميل الخط المستقيم بين قطعتين أو بين نقطتين الـ A و B، القطعة المستقيمة أو المستقيم، نقوم حسب القانون الميل، هي عبارة عن بشكل عام قانونه بشكل عام هي y2 ناقص y1 يساوي ميل المستقيم في x2 ناقص x1. نحن المطلوب منا إيجاد الميل، يعني فرق الوايات على الفرق الإكسات، فرق الوايات على فرق الإكسات. الفرق يعني y2 أطرح منه y1 فنوجد الميل الواي، فإكس اثنين ناقص إكس الواحد نوجد الإكس. تمام، الميل يساوي كقانون إلو هي واي اثنين ناقص الواي واحد على إكس اثنين ناقص إكس الواحد. تمام، هذه هي الميل. الميل هي عبارة عن واي اثنين ناقص الواي واحد على إكس اثنين ناقص إكس واحد. هل نوجد كهذا كفكرة عن الميل؟ نأخذ مثال بشكل عددي، ولتكن مثال بيانيا، عندي رسم بياني، رسم بياني لقطعة مستقيمة ولتكن x1 يساوي 3، عندي x2 يساوي 6. تمام، x y2 يساوي 8 و y2 يساوي y1 يساوي 4. تمام، أوجد الميل لقطعة المستقيمة أو المستقيم بين النقطتين هي الـ A والـ B أو الـ C والـ D. ميل الـ C والـ D بالنسبة لهذا المثلث، لهذا القطعة المستقيمة المثلث الميله، لإيجاد الميل نقول حسب القانون هي فرق الوايات، ميل يساوي فرق الوايات على فرق الإكسات يساوي ميل يساوي فرق الوايات هي 8 أطرح من 4، 8 أطرح من 4 فيعطيني 8 ناقص 4 على أطرح 6 من 3، 6 ناقص 3 النتيجة 4 على 3، وهو الميل، ميل المستقيم لقطعة مستقيمة. تمام، حسب ما فهمنا أنه هذا هي الميل. إذن كقانون للميل هي من هذه الشكل العام للمعادلة الميل، هذا هو كقانون إيجاد الميل. إذن نقسم الوايات على إكسات، يعني الهواتش على الأمثال، وأعطينا المثال، المثال لإيجاد الميل، أبسط مثال لإيجاد الميل هذه هي المثال. تمام، هلأ راح نوجد الميل إذا أخذنا معادلة بمجهولين، معادلة بمجهولين ونوجد الميل منها، ونوجد الميل المستقيم منها. عندي معادلة مستقيم يعني y 3 يساوي 2 x زائد 12. تمام،
السؤال أرسم أوجد حل دلتا بيان جبريا وبيانيا ثم أوجد الميل المستقيم. ثم أوجد الميل المستقيم، هذا عندي مستقيم. لنوجد ميل، إذا نحن أخذنا بالدرس الأول إيجاد حل معادلة بمجهولين هي y والاكس، نفرض مرة x يساوي صفر ونفرض مرة y يساوي صفر لحل معنى جبريا. أولا جبريا لحل هذه المعادلة جبريا 3y يساوي 2x زائد 12، تمام؟ لحل هذه المعادلة جبريا نقوم نفرض انه اكس يساوي صفر، اعوض بدال الاكس صفر، يعني 3y يساوي 2 مضروب بصفر زائد 12. 3y يساوي، اذا الصفر ما له قيمة، اذا عدد مضروب صفر ما له قيمة، اذا الجواب هي 12، اقسم الطرفين على 3 فيكون الواي يساوي 4. اذا هذه هي نتيجة واي يساوي 4. هلا نفرض المرة فرضنا x يساوي صفر، هلا نفرض y يساوي صفر، الy يساوي صفر نعوض بالمعادلة فيكون 3 مضروب بالصفر يساوي 12x زائد 2x زائد 12. هلا عدد مضروب بالصفر ما له قيمة، ناخذ المعاليم للطرف مجهول للطرف لأنه معادلة من درجة أولى من مجهول واحد، فيكون ناقص 2x يساوي 12، أقسم كلا الطرفين على 2 على الأمثال فيكون ناقص x يساوي 6. أبدل بين الx والy، بين الx و6 من أجل الإشارة، إذا كان المجهول سالب نتخلص من الإشارة، أما نضربها بناقص واحد أو نغير نبدل فيصبح لدينا x يساوي ناقص 6. ناقص 6. هلأ نجي نرسم الخط المستقيم، القطع المستقيمة. هلا نجي نرسم المستقيم. هلا عندي الوايات، نجي نرسم جدول اكس واي. عندي اكس صفر، الواي كان عندي جوابها 4. لما كان عندي الواي يساوي صفر، الواي صفر، جواب الاكس كانت ناقص 6، تمام. هلا نجي ناخذ المعطيات على الرسمه، ناقص 6 على الاكسات نعدهم 1 2 3 4 5 6، تمام. ناقص 6 هذه هي اكسات فتحه، اكس واي واي فتحه، تمام. هلا وايات 4 و4 على وايات الموجبه 1 2 3 4 وايات الموجبه، هذه 4 وهذا ناقص 6. اقوم برسم المستقيم يمر من ناقص 6، عفوا يمر من ناقص 6 و4، من ناقص 6 و4، هذه هي خط المستقيم نسميه دلتا، هذه خط المستقيم نسميه دلتا. لإيجاد الميل طلبوا مني ثم أوجد الميل المستقيم. كيف أوجد الميل المستقيم؟ الميل هي أمثال، نقسم الأمثال الواي على أمثال الإكس، يساوي الميل يساوي أمثال الإكس على أمثال الواي. فأم الأم يساوي الأي هي عبارة عن 2 على 3 وهو الميل، وهو الميل. الميل باعتبار موجب فيكون المستقيم إذن بالربع الأول، إذن باعتبار موجب فيكون بهالاتجاه. لما يكون الميل سالب راح يكون القطعة المستقيمة بهذا الاتجاه. نأخذ مثال آخر عن الميل المستقيم. مثال 5y زائد 3x يساوي 15، تمام. عفوا جهز السؤال. عندي سؤال يقول 5y زائد 3x زائد 15 يساوي 0. اذا ايضا يقول اوجد حل مستقيم، يعني حل هذا المستقيم جبريا وبيانيا ثم اوجد الميل. هلا لحل هذا المعادله بيانيا وجبريا، اولا نرتب المعادله. المعادله هي عباره عن by يساوي ax زائد c، تمام. لحل هذه المعادله اذا نقوم بترتيب هذه المعادله، هي
إذا نكتب خم y تحت الواي 5 y يساوي نأخذ 3 x على الطرف الثاني يصير ناقص 3 x 15 نأخذها للطرف الثاني صار لي ناقص 15. إذا هذا هي شكل الأساسي أو شكل الأساسي للمعادلة. طبعا عندي معادلة من مجهولة، هنا نفرض جبريا كحلها جبريا، نفرض أولا x يساوي صفر ثم نفرض y يساوي صفر. لفرض x يساوي صفر نفرض x يساوي صفر، نعوض كل x بصفر، نعوض كل x بالمعادلة صفر، 5y يساوي ناقص 3 مضروب بصفر ناقص 15، ف5y يساوي ناقص 15، أقسم كلا الطرفين على 5 ويساوي ناقص 3، هذه هي قيمة الواي. بالنسبة للواي هلا نفرض واي يساوي صفر، فرضنا x يساوي صفر، هلا نفرض واي يساوي صفر. لفرض واي يساوي صفر نقوم بدال الواي صفر، نبدل واي بصفر ويساوي ناقص 3x ناقص 15. إذا أي عدد مضروب بصفر ما له قيمة، فيكون عندي ناخذ الثلاثة إلى الطرف الثاني يصير عندي موجب x يساوي سالب 15، أقسم كلا الطرفين على 3 لتخلص من أمثال صار عندي ناقص 5. هذه هي الإكس، قيمة الإكس. هذا هي جبريا، أما كبيانيا حلها بيانيا هذا الخط المستقيم، خط المستقيم للمحور إحداثيات، إكس موجب إكس فتحة سالب، واي موجب واي فتحة سالب، تمام. هلا قيمة الواي نجي نرسم جدول صغير x والواي. x صفر، الواي كان جوابها ناقص 3، تمام. عندما كان الواي يساوي صفر، الواي صفر، الواي صفر، كانت النتيجة x هي ناقص 5. أجي وأرسم على المحور الحداثيات، ناقص 3 باتجاه سالب للوايات، 1 2 3 سالب على وايات، ناقص سالب 5 على الإكسات، 1 2 3 4 5 سالب 5 على الإكسات. أجي أرسم قطع المستقيم، أجي أرسم قطع المستقيم، هذه هي المستقيم، نرسم يمر من النقطتين هي السالب 3 والسالب 5. إذا هذه هي قطعة المستقيم، ثم نوجد الميل. هذا رسم أولا حلينا جبريا المسألة، حليناها جبريا ثم بيانيا ثم إيجاد الميل. لإيجاد الميل، الميل يساوي نحن نعلم هي A على B كقانون. هلأ الA هي أمثال الإكس ناقص 3، والB هي أمثال الY فهي 5. الميل سالب، إذن يكون المستقيم بهالاتجاه. إذا ما كان الميل موجب يكون المستقيم بهذه الاتجاه، تمام. إذن أنهينا الدرس.